كمان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب أعلن إقامة المباراة الودية الأولى أمام كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر الجاري على استاد السلام، وهتقام مباراة البرازيل يوم 17 على استاد القاهرة الدولي بعد وصول الموافقات الأمنية. طبعا أنا كنت أتمنى أنه ماتش البرازيل يبقى في يوم تاني غير 17، لأنه يمكن يبقى فرق التوقيت في صالحنا فنقدر نتابع الماتشين، بس هيبقى عندنا ماتش منتخب الوطني مع توجو في توجو، وده ماتش مهم وصعب. احنا لازم نكسب مباراتين توجو دول. هو يعني طبعا انت في خدي بالك برضو، يعني هو اللي بيتاهل من المجموعه الاول والثاني، فيعني انا شايف ان هو لو مصر ما تاهلتش تبقى يعني اعتقد ده السيناريو مش وارد على الاطلاق. احنا متعادلين يعني مع كينيا وجزر القمر، عندنا نقطتين وتوجو يعني هي اللي متصدره، لازم نكسب الماتشين. المفروض ان احنا نكسب وبحسابات والكوره حلوه كمان، مش نكسب بس. وبيتهيالي انه المنتخب عنده قماشه، او يا كابتن حسام بدري عنده قماشه في المنتخب تساعده انه يحقق نتيجه ايجابيه طبعًا. بالتاكيد في مصر ونتيجه محترمه. الاهلي والزمالك كمان دلوقتي في اعلى فورمه ليهم، يعني صحيح نتمنى طبعا نشوف المنتخب متصدر مجموعته بعد المواجهتين اللي جايين مع توجو، خصوصا ان توجو هي المنافس المباشر او الابرز ليك في المجموعه.